وللمتنفسات السياحية في عدن مأساة تتلخص في مدينة ملاهي عدن، أكبر مدينة ألعاب في اليمن، إذ تبلغ مساحتها 5 كيلومتر مربع، وتعتبر ضمن القطاع المختلط بين الحكومي والخاص. كانت الوجهة الأولى للأهالي في الأعياد، والآن أغلقت أبوابها بوجوه الأطفال وحلت الغربان في أراجيحهم وألعابهم المفضلة. لكن للعيد ابتكاراته، ولا يعدم الأطفال وسيلة للترفيه. إن كانت بدائية إلا أنها استطاعت رسم البهجة على وجوه بريئة لا تدرك أسباب الاستيلاء على متنفساتهم من قبل نافذين وإهمالها من قبل السلطة. مخططات الحدائق في وحدات الجوار طرحت مع الأسف الشديد من قبل الأراضي للتصرف بها بعد ما تستنفد الأراضي البيضاء، يتصرفوا بالوحدات الجوار للتشجير يعني ويصرفوها للمتنفذين. المتنفسات البحرية بسواحل عدن الشهيرة تظل الصدر المفتوح للمتنزهين، وفيها أقيمت عدة حفلات ومهرجانات بمناسبتي العيد والتحرير. صراحة جميل يعني، بس يعني مع الفرحة مع الاحتفالات والمناسبات. فرحتا العيد والتحرير لا يمكن أن تغض الطرف عن أهم مشكلتين تواجهها العاصمة المؤقتة، الأمن والوقود، وهما من الأسباب البارزة لعرقلة الكثير من الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية. انعكست مشكلتا الأمن والكهرباء على مدينة ملاهي عدن، كبرى الحدائق في العاصمة المؤقتة، فمتى سيعاد تشغيلها لتصبح الدلالة الواضحة على استتباب الأمن وعودة الخدمات الأساسية بشكل كامل؟ آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.